انا اسمي حسن ابو عويس ابو علي ابو عبد الجواد، شغال في المهنه دي وانا عندي 18 سنه، الوقت انا في 68، عندي دلوقتي اكتر من 52 سنه وانا شغال في المهنه دي. الشغلانه دي ابا عن جد. النهارده لما واحد نجار بيبقى ابوه نجار، قام بيطلع يحط خشب ويحط شاكوش كده ويخبط عليه وبيشتغل في النجار. فاحنا ابونا لما طلعنا شفناه لقيناه بيشتغل في الجبل، بقى نيجي وراه ونشتغل نخليه كده ونمسك الازمه ونقربع كده في الارض ونعمل كده. فضل نشتغل معاه لما اتعلمنا وبقى ياخدنا وراه الجبل، اتعلمت وراه سواء نكش الحجر كده وسواء اتعلم كده. لما ظبطت اشتغلت لقيت العده اربط عليها سواء تقشر سواء معاه لما تقطع، وفضلت لما كبرت يعني واشتغلت في المهنه دي. ساعات ما بنيجي بقى الصبح بنبدا ايه نولع على الشاي ونشرب الشاي، اللي ما اكلش ياكل لقمه برضه، ونقوم نعتمد على الله نطلع العده. وبندق العدد بقى ونخبط بقى على الحاجة. الحجر ده اسمه فرش البلاط، بنطلع منه ايه السلالم والوشاش والبلاط، بيطلع من هو من روح واحده هي دي. دي بتطلع التخانه بتاعتها 20 والعرض بتاعها 35. فال 20 دي بننشرها بقى نصين، بنخلي يبقى 10 هنا و10 هنا وننشقها في النص، وبعد ننشقها ما بنبلخهاش خالص، بنخلي فيها يجي 5 سنتي، وبعدين ايه نعاود عليها تاني ننشرها تاني. ال 35 دي نخلي كل نزله 11 سنتي او حاجه زي 12، ونيجي طالعين بالمنشار. اهل ما نطلع بالمنشار بالورقه كده مفكفكه ونرص وراها تيجي 6 وشاش، ونفصل منه بايد بالمتر. واحد احتاج سلم بنطلع له سلم ونحطه له ونودوه للبيت. واحد عاوز 140 بنطلع له، واحد عاوز 120 بنطلع له، متر بنطلع. بتاخد اكتر من ساعة او ساعة وشوية حتة، يعني الواحد يطلع له 5 حتات في اليوم، وبعد كده زي ما بقول لك كده ينجرهم ويصلحهم، وبعد كده ينشر تاني يوم، يعني بتاخد برضه وقت. بنبيعها مثلا الحتة دي مثلا بخمسة جنيه الصغيرة دي، الكبيرة بستة، البطرة بثمانية جنيه أو بتسعة، يعني كل حاجة على حسب جودة الدم. اليوم بنجيب معانا توك توك جايبينه بالقسط، هو بنجيبه نجيب مثلا 3 أو 4 جراكن فيه ونملاهم ونفضهم في الزيت ونشرب منه. يكون يوم حر كده بنقيد في العشه اللي احنا قاعدين فيها دي، ومثلا لو هناك مع اذان العصر بنصلي العصر ونشتغل لحد المغرب، وبقى الدنيا ولع وبنشتغل عشان لقمه العيش. مع ما اشتغلناش كده مش هنلاقيها، هنلاقيها منين؟ احنا ناس فقارة وعلى قديتنا ومن زمان ابدا عن جدا، ما عندناش ولا ارض ولا اي شيء نكون الا هي المهنه دي. هم علمونا المهنه دي، ولادي طلعوا برضه يعني معايا 4 رجالة، مفيش إلا علي اللي راح المدرسة وكلهم إيه اشتغل بصمجية شغالين معايا في الجامعة، ما قدرتش أعلمهم. وأنا مجبورة تبقى سنين دول على الجسم، وإيدي دي وجعان، إيدي دي وجعان من زمان من صغري، وأنا برضه بشتغل برضه. طول عمري شغال في الجبل ووسط وفي الرملة، واللي أنت شايفه ده كله شغال وسطين من زمان. رضا ربنا ان ربنا يسترها علينا ونحب الخير لنا ولكل الناس، وربنا يعدينا منها على خير ويسترها معانا ويسترها مع الناس كلها.